بصراحة موضوع التحكيم يا جماعة بقى غريب جدا. يعني احنا بنشوف ماتشات الحكم بيوقف فيها الملعب عشان يطلع يبص للفار، يطلع يشوف ويراجع الفار، وتيجي انت في ماتشات الاهلي تتحايل عليه في حالات محتاجة انك تروح تبص للفار وما يبصش وما يروحش، ولا حتى الفار بيناديك. الموضوع غريب، هو بصراحة الموضوع غريب جدا. مش بشكك والله في نزاهة حد، بس هو موضوع غريب، صح ولا لأ؟ صح. تلاقي مثلا اخطاء، تلاقي ايه، تلاقي مثلا الاهلي ليه ضربه جزاء، فالحكم ما يكلفش نفسه يروح يراجع الفار، حتى لو الفار تواصل معاه في 5 6 ثواني تتلغي الضربه، مع انها محتاج ان انت تروح تبص على الضربه. تيجي تلاقي الاهلي مثلا جاب جون، تلاقي الحكم قعد ربع ساعه يراجع في الجون، ها هتطلع اوفسايد، يا ما تطلع اوفسايد احسن. ما الواحد بيحس كده بصراحه، مش انا بس، يعني ناس كتير جدا بتحس كده. بالمناسبه في ناس بانتماءات مختلفه شايفين كده برضه، فالموضوع فاق كل الحدود، فوق كل الحدود. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن اداره سيئه لمنظومه التحكيم في مصر، وناتج عن الموافقه على تصريحات ومصطلحات مستجده على التحكيم في العالم كله مش في مصر بس. زي ايه؟ طبعا حضراتكم فاكرين، زي موضوع الاحتواء، زي موضوع روح البروتوكول، وحاجات غريبه من نوعها. فطبيعي ان انت لما توافق على مصطلحات زي دي كمثلا مسؤول عن الحكام في مصر، ولما تدافع عن حكامك في اخطاء كارثيه بيرتكبوها، ده لازم يكون الناتج الطبيعي لاداء التحكيم الكارثي في الدوري المصري. نامل باذن الله تعالى ان الراجل كلاتنبرج ده يجي، لما يجي سيبوه يختار براحته، ما تفرضوش عليه حد. اسمع اللي انا بقول لك عليه، ما تفرضوش عليه حد، انتوا متمسكين بيه. سيبوا الراجل يختار براحته، وانا المعلومه اللي عندي ان هو لما هيختار هيبقى في حد مؤقت يعرفه بس الدنيا ايه، والراجل المؤقت ده هيمشي، والراجل كلاتنبرج ده هيتولى مقاليد الامور كلها داخل لجنه الحكام. فاتمنى له يا رب كل التوفيق والنجاح، زي ما احنا شفنا وعرفنا قد ايه هو طور في التحكيم اليوناني، نتمنى ان احنا كمان نتطور. احنا عايزين نتطور، لان الفار لما جه ما اتطورناش، كنا متوقعين ان احنا نتطور، لكن سوء الاداره ادى لاخطاء فجه زي دي. فاصل ونكمل.